السلام عليكم، معكم أستاذ خالد الصب، أستاذ تعليم ابتدائي مادة اللغة العربية مدرسة محمد حجي بتمسنا. موضوع درسنا اليوم هو الإنشاء ومكون الإنشاء الوحدة الثامنة من المقرر أو الكتاب كتابي في اللغة العربية. إذن الموضوع هو الوصف، الوحدة الثامنة. أول ما أبدأ به هو قراءة نص صفحة 222، رجل سيرك غريب. سوف أقرأ النص بعد ذلك تقرأه. في قرية رجل سيرك غريب، في قرية صغيرة هادئة يحب أهلها بعضهم بعضا، ظهر فجأة رجل سيرك غريب الشكل والأطوار. كان شكله من الأعلى يشبه كافة المهرجين بلباسهم الأحمر المرقع وبوجوههم مطلية بالمساحيق البيضاء وأنوفهم الحمراء الكبيرة وأفواههم الضاحكة الواسعة، لكن قسمه الأسفل كان مختلفا تماما عن أي كائن عادي. كان أشبه بحصادة، سرواله الأحمر يشبه سراويل المهرجين لكنه بثمانية أقدام بدلا من قدمي البشر الاثنين. يجرها بسهولة ويسر مما أثار استغراب الجميع. لم يسبق ظهوره أي دعاية أو إعلان عن مهرجان أو سيرك، ولم يحمل يوما بوقا لينادي به الناس. اجتمع أطفال القرية حوله أولا يدفعهم الفضول لاستكشاف هذا الكائن الغريب، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على الاقتراب منه، وهو لم يوزع وعودا بعروض ممتعة، كان فقط يبتسم في وجه الأطفال بلطف. إذن من يقرأ النص؟ أنت؟ نعم، تفضلي تفضلي. نعم نعم، قراءة جيدة، جيد. أنت؟ نعم ممتاز. أنت؟ جيد. نعم، إذن نكتفي بهذا القدر. إذن لاحظوا النص، هل هناك كلمات صعبة في النص؟ نعم، لا توجد كلمات، النص سهل، كلمات سهلة. نعم، كلمات سهلة في النص. إذن نحاول تحليل النص من خلال أفكار وأسئلة من الفهم، أسئلة الفهم. نعم، سؤال أول، صف وجه رجل السيرك، صفه أنت. نعم جيد. أنت؟ نعم جيد. إذن كان وجهه مطلي بالمساحيق البيضاء وأنف أحمر كبير وفم ذو ضحكة واسعة. نعم، هذه هي الصفات لوجه رجل السيرك. نعم، سؤال ثاني، صف القسم السفلي لرجل السيرك، صف القسم السفلي لرجل السيرك من خلال النص، طبيعة الحال من خلال النص. نعم صحيح، يشبه سرواله الأحمر أو يشبه سرواله الأحمر بحصادة بثمانية أقدام بدل قدمين اثنين عند البشر. جيد. نعم، استخرج من النص جملة تصف القرية. من خلال النص استخرج جملة تصف القرية. نعم أنت صحيح. نعم، إذن يصفها بأنها قرية صغيرة هادئة. نعم، سؤال ثاني، بماذا اتصف رجل السيرك؟ بماذا اتصف رجل السيرك من خلال النص؟ أنت؟ لا خطأ. أنت؟ نعم جيد. إذن اتصف رجل السيرك بالغرابة. نعم، كان غريب الشكل وغريب أطوار، لا يشبه يعني رجال السيرك أو المهرجين. سؤال ثالث،
كيف تعامل رجل السيرك مع الأطفال؟ كيف تعامل رجل السيرك مع الأطفال؟ أنت؟ صحيح، نعم، جيد. إذن رجل السيرك تعامل مع الأطفال بلطف، وكان هو لم يوزع عليهم وعودا بعروض ممتعة، بل كان فقط يبتسم في وجه الأطفال، يعني كان فقط يبتسم في وجههم دون أن يوزع عليهم وعود بعروض ممتعة، بل كان يبتسم فقط في وجه الأطفال. إذن لاحظوا معي، نحن الآن سوف نركز على الوصف، وصف يعني شخص أو وصف مكان أو وصف، إذن الوصف يعني ذكر الأوصاف، الشيء الذي نلاحظه انطلاقا من الملاحظة التي أمامي أحاول وصف. هناك تقنية لكي أصف شخصا أو مكانا أو أي شيء أمامي. نعم، غادي نشوفوا يعني كيف أصف وما هي الشروط الوصف. إذن لأصف شخص أو حيوان أو واقعة أو إحساس يجب أن أراعي 4 أشياء. أولها أن يكون الوصف بتعابير جميلة وجذابة. الوصف اللي غنوصف به ذاك الشيء أو ذاك الشخص أو ذاك الحيوان أو ذاك الواقعة أو ذاك الإحساس بالآلم أو بالبكاء أو بالفرح ينبغي أن تكون تعابير جميلة وجذابة، يعني تجذب القارئ. ثانيا أن تكون الصفات على الموصوف صادقة عليه، تكون يعني الصفات اللي غتصف بها الموصوف ينبغي أن تكون صادقة عليه إلا في حالة التهكم والذم. مثلا أقول إذن لا تصف سرعة عداء بسرعة سلحفات إلا إذا كنت ساخرا منه، يعني أنك عندما مثلا تريد أن تسخر من عداء بأنه سرعته ضعيفة أو يعني تشبهه بالسلحفات لأنه تمشي ببطء، فهذا تهكم. إذن لا، إذن تكون الصفات صادقة إلا في حالة التهكم أو في حالة الذم. ثالثا الاستعانة بالتشبيهات للتدقيق في الوصف وتوضيحه، يعني تستعمل تقنية التشبيه في الوصف للتدقيق في الوصف، تشبه بكذا أو تشبه بكذا، يعني أنك تتوضع تشبيهات للتدقيق في الوصف، بحال كما هنا يشبهنا الجزء السفلي أو الطرف السفلي من رجل السيرك عبارة عن حصادة، هنا تشبيه. إذن هناك الاستعانة بتشبيهات لتدقيق في وصف على شبهه بالحصادة لأنه عنده 8 أرجل ماشي رجلين، أو تسلق شجرة كما يتسلقها النمر، تسلق شجرة كما يتسلقها النمر، بمعنى أنها بسرعة باش تسلق شجرة وكأنه نمر. إذن هذا تشبيه ديال الإنسان اللي كيتسلق شجرة بحال النمر اللي كيتسلقها، يعني بالسرعة والمهارة الكبيرة. رابعا وأخيرا من المحبذ أن تضفي على الموصوف صفات من خيالك، يعني الخيال، يعني تضفي عليه الخيال، يعني ماشي حقيقة ولكن خيال، يعني صفات من الخيال. مثلا كانت خطوات الجنود المنتظمة ترج الأرض فيكاد البنيان يسقط من جرائها، يعني هنا يصف قوة خطوات الجنود وهم يمشون في انتظام تجعل الأرض ترتج أو البنيان تكاد تسقط. إذن هنا يضفي صفات من الخيال، من طبيعة الحال ما يمكنش الجنود يكونوا يمشون في الأرض بانتظام وتسقط البنايات وترج الأرض، ولكن هنا صفة من صفات من صنع الخيال ديالك. إذن المطلوب منكم أنتم الآن هو توصفوا واحد النص، واحد الشخص، أو توصفوا واحد الواقعة، أو توصفوا يعني شيء معين انطلاقا من هاد، مع مراعاة هاد المعايير 4 اللي قلت لكم دابا. أعيدهم، أولا أن يكون الوصف بتعابير جميلة وجذابة،
ثانيا أن تكون الصفات المسبقة على الموصوف صادقة، أن تستعين بالتشبيهات للتدقيق في الوصف، رابعا أن تضفي عليها شيء من الخيال، يعني شيء من صنع خيالك. إذن هذا أربعة التقنيات اللي غنسميهم تقنيات الوصف أربعة، من يعيدهم؟ نعم، من يعيد الأربعة التقنيات التي تعلمناها، أربعة تقنيات للوصف شيء أو شخص أو حيوان أو واقعة أو شعور أو نعم نعم، من يذكرني بهذه التقنيات الأربعة؟ أنت، نعم صحيح جيد، أنت، من يعيد؟ نعم. إذن هذه هم التقنيات الأربعة التي يجب استعمالهم أو مراعاتهم أثناء وصف يعني شخص أو حيوان كما قلت أو واقعة. إذن احنا الآن غنكتبوا في أحد الموضوعين، عندنا جوج المواضيع غنختاروا واحد فيهم وغادي نوصفوه. عندنا الموضوع الأول، اختر صورة أو كاريكاتير له علاقة بالمجال اللي احنا فيه بطبيعة الحال اللي هو الصحة والتغذية والأصفار والرحلات والرياضة، ثم صفه مستعينا بخيالك ويعني مراعيا للتقنيات الأربع اللي تحدثنا عليهم. الاختيار الثاني، صف مباراة رياضية وصفا شاملا موظفا التقنية المدروسة ومستعين بالعناصر التالية. إذا الموضوع اللي غنختاره باش نوصفوه من طبيعة الحال، نعم كنت منتظر أنكم غتختاروا لي موضوع ديال المباراة الرياضية في كرة القدم لأنها باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في العالم. نعم، إذا نختار الموضوع الثاني، صف مباراة رياضية وصفا شاملا موظفا تقنية مدروسة ومستعين بالعناصر التالية. إذا هذا هو نص الموضوع. إذا العناصر اش نوصفوا؟ غادي نذكروا زمن المباراة والمكان ديالها، غادي نقوموا بذكر الفريقان المتباريين، غنوصفوا المدارج والمنصة اللعب وما يقع فيها من أحداث، ثم سوف أذكر بدلة كل فريق والحكام اللي تيحكموا المباراة، ثم بدء اللعب من خلال القذف والمراوغة وتسجيل الأهداف، ثم أصف تفاعلات الجمهور مع أطوار المباراة، وفي الأخير النتيجة النهائية، ثم أصف شعوري أو الشعور نحو هاد المباراة. إذن هادو هما العناصر اللي غتستعن بهم واستخدام تقنيات الوصف كما عرفنا تقنيات الأربعة. إذن الآن غنقوم بتوزيع يعني سوف تأخذون أوراق مزدوجة، تاريخ اليوم، إنشاء الوصف، نعم نص الموضوع غتكتبوا صف، يعني ما اتفقنا على أنه تكون هذا الموضوع الثاني، وصف مباراة رياضية في وصف شامل وموظفا تقنيات المدروسة، نص الموضوع مستعينا بهذه العناصر ومستخدما تقنية الوصف. إذا أوراق مزدوجة نكتب، وفي الأخير سوف أجمع يعني الأوراق، نعم بهدوء. نعم، بقي من الوقت 5 دقائق. نعم، سوف أقوم بجمع الأوراق. نعم، كل واحد يوضع الاسم دياله في ورقة دياله، سأقوم بتصحيحها خارج الفصل. نعم نعم، شكرا. إذن الآن الحصة الثالثة هي حصة التصحيح، تصحيح الإنجازات. أولا سوف أوزع عليكم الأوراق، كل واحد يأخذ الورقة دياله، وسوف تلاحظون بأنني بالقلم الأحمر كاين اللي وضعت ليه رموز، كاين اللي وضعت ليه خطوط على حسب الأخطاء اللي ارتكب والأشياء اللي اتفقنا عليها، يعني كل شيء مرمز. إذن سوف أقوم بتوزيع الأوراق على جميع التلاميذ. نعم،
نمر إلى حصة التصحيح. نعم، إذن كما كتلاحظوا أوراق أمامكم. نعم، غادي نصحوا أولا التقنية ثم اللغة والأفكار والخط. إذن التقنية ماذا أعني بها؟ أعني بها هذوك التقنيات الأربع اللي تعلمناهم في الأول، اللي هي تعابير جميلة وجذابة، صفات صادقة على الموصوف، الاستعانة بالتشبيهات، إضفاء أو يعني صفات أو أوصاف خيالية على الموصوف. هما التقنيات الأربع اللي غتشوفوا. إذن إلا ذكرتي لي تعابير جميلة وجذابة ضع نقطتين، لأن غنصحوا تصحيح ذاتي، كل واحد غادي يحط النقطة ديالو في الورقة. إذن التقنية الأولى، إلا راعيتي لي تعابير جميلة وجذابة ضع نقطتين. التقنية الثانية، صفات صادقة على الموصوف نقطة واحدة. الاستعانة بالتشبيهات، إلا شبهتي مثلا اللاعبين ولا غير ذلك من الأمور، شبهتيهم بشي تشبيه نقطة واحدة. إضفاء الخيالية على الموصوف نقطة واحدة. بمعنى هنا عندنا خمس نقط هنا في هذا. إذا لا تحدثي على هذه العناصر بأربعة، خمس نقط. ما ذكرتيش لي التشبيهات نقص نقطة. ما ضفيتيش الخيال ديالك على اللاعبين نقص نقطة. وشو شحال عندك المجموع في النقطة تما. بالنسبة للتقويم الثاني أو المجال الثاني هو اللغة والأفكار والخط. إذن أول عنصر ينبغي أن تراعيه هو سلامة اللغة، يعني اللغة لغويا لغة سليمة ما فيهاش أخطاء، تضع نقطتين. ثم ثانيا التوظيف الجيد لعلامة الترقيم. إذن إذا كنت وضع لي علامة ترقيم نقطة فاصلة، علامة استفهام، علامة تعجب وغير ذلك، نقاط القول، أضع نقطة واحدة. الخط جميل ومقروء نقطة واحدة. الأفكار، يعني وجود أفكار ومتسلسلة، أفكار متسلسلة، نعم، نقطة واحدة. إذن كما كتشوفوا تما، إذن اللي ما عرفش شي خطأ عنده ما عرفش يصحو يحاول يقولوا باش نصحو معاه. نعم نعم، إذن هي همزة متوسطة، همزة متوسطة تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها فتح. ثم مفتوحة وما قبلها تكتب على الألف ماشي على الواو. نعم، خطأ. الهمزة المصطرفة تكتب على السطر إذا كان قبلها سكون حي، ثم تكتب على السطر. أنت من طبيعة الحال خطأ، لأن تم التاء هي تاء مبسوطة، في الأفعال دائما تكتب مبسوطة. نعم جيد، بقيت على شي سؤال. نعم، إذن الآن سوف تجمعون النقط. لاحظوا معي النقط، قلنا في التعابير جميلة وجذابة نقطتين، صفات الموصوف ونقطة، الاستعانة بالتشبيهات نقطة، إضفاء الخيالية نقطة، سلامة اللغة نقطتين، توظيف جيد للألم التقييم نقطة. لاحظوا معي اجمعوا النقط على عشرة. ملاحظة، إذن أي واحد عنده قل من خمسة نقط سوف يعيد كتابة الإنشاء. كم نقطة لديك؟ أربعة. أعيد كتابة الإنشاء. أنت نعم، سبعة جيد، ثمانية ممتاز، نعم جيد. نعم، إذن قلت اللي عنده قل من خمسة نقاط، اللي يجمع قل من خمسة نقاط يقوم بإعادة الإنشاء. طريقة أخرى لكي يعني تبدو رأيك في موضوع، تقومون يعني بتبادل الموضوع المواضيع مع زملائكم، كل واحد يعطي الموضوع ديالو للزميل ديالو ويبدي الرأي ديالو في الموضوع وفي الإنجاز ديال الصديق ديالو، باش تكون هنايا تبادل الأفكار. ونعم نعم جيد، إذا نكتفي بهذا القدر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.